المثل العربي يقول الجواب يعرف من عنوانه. في عالم الشركات والبزنس نفس الشيء، اسم علامتك التجارية يحكي قصتك وقيمك الأساسية، من أنت وماذا تبيع. هو الانطباع الأول لعملائك المحتملين، واختياره يحتاج عناية لا عشوائية. كيف تختار اسما مميزا لا ينسى ويساعدك على المنافسة والتوسع؟ هذا هو نقاشنا اليوم في ريادة الصباح، أكيد مع الزميلة سمر الماشطة. أرحب بالزميلة من قسم الاقتصاد سمر الماشطة. صباحك يا سمر. يعني قد إيش مهم اختيار الاسم للبراند حقي؟ أكيد لي معايير ومواصفات ومقاييس حتى يكون يعبر عني وأيضا يصل إلى الفئة المستهدفة. طبعا هو يعني الاسم واللوجو والبراندينج، يعني العلامة التجارية هي عنوان البزنس حقتك. مزبوط. أو العمل حقتك. هناك بعض المعايير اللي لازم نهتم بها، وهو أول شيء حدد هوية علامتك التجارية. شو يعني هوية علامتك التجارية؟ هل أنت تبيعين إلى رجال، منتج خاص بالرجال، منتج خاص بالنساء، منتج خاص بالأردنيين، منتج خاص بالأمريكان؟ إذا نحدد الفئة المستهدفة. الفئة المستهدفة هذا الجمهور. إذا كان منتج خاص للأطفال أكيد اللوجو لازم يكون يعبر، مثلاً ملون، الاسم مرح. إذا شيء للرجال لازم يكون شيء قوي، مثلاً فورد. عرفتي سيارة فورد؟ جاكوار. جاكوار، شيء كذا ذكوري يعني. إذا شيء للنساء لازم يكون شوية أنعم. فطبعاً لازم جداً نهتم بهذه النقطة. النقطة الثانية أنه لما نجي نختار اسم نسوي يسموه brainstorming أو عصف ذهني. ما أقعد وحدي، أجيب مثلاً صديقتي، أعرف عندي صديقة بالماركتينج تشتغل أخليها معايا، عندي مثلاً صديقة أخرى أحب طريقة لبسها شوية مودرن شوية كذا، أفكر معها بصوت حلو. عالي، يعني أنه أشخاص شوية أحسها مبدعين كريتيف، نستشيرهم يعني أنه ليش لا، أنه ما يكون نكون مفتوحين لأفكار الآخرين، أنه هذا الشيء ما يخصنا إلنا وحدنا. هاي براند، يعني في ناس مثلاً مصرين يسمون البراند على اسم مثلاً عائلتهم أو على اسم وما يكون مناسب هذا الشيء وما معبر. أوكي على عيني وعلى رأسي كلنا فخورين بأصولنا وكذا، بس بنفس الوقت ما لازم أفكر أنه أنا أسوق يعني. مزبوط. طيب ثاني شيء، معايير اختيار الاسم نفسه كيف تكون يعني؟ عندنا مثلاً أول شيء لازم يكون بسيط وسهل التذكر يعني، وإلى علاقة قدر الإمكان. في ناس ممكن تسمي، يعني كانت هادية غالب الأسبوع الماضي موجودة بالحلقة، هي بالعكس هي استفادت من اسمها لأنه هي اسمها صار مشهور. فخلقت مزبوط. عليه براند. فبهاي الحالة أنه it's okay، بالعكس استفادت. بس في حالات أخرى مثلاً عندك فيسبوك كان اسمه The Facebook، بعدين إجا خبير ماركتينج تسويق صديق مارك زكربرغ قال له شيل ذا خليها بس فيسبوك، هو كان اسمه ذا فيسبوك. عندك مثلا يكون الاسم لازم عملي وسهل اللفظ، يعني مثلا عندك جوجل عملي وسهل اللفظ وبنفس الوقت معبر عن هاي البراند. مثلا عندك جنرال موتورز، عندك اللي هذه الأسماء المركبة ممكن تكون كمان. أسماء مركبة أو ممكن تكون أسماء معبرة عن البراند. هول فودز مثلاً. مزبوط. معبر عن شنو هو بالضبط. واتساب يمكن مثال البراندينج هذا، لأنه أول شيء cool مثل ما نقول، ثاني شيء جداً معبر عن هو
شنو ماهيته. يعني احنا دائما نقول واتساب، يعني هو واتساب. إيه واتساب وصار كلمه. مصبوط. بعدين عندك مثل ما قلنا اسم مركب اللي هو مثل واتساب، وعندك نفس الوقت جوجل. جوجل اسم غير موجود، جوجل اسم جاء بالصدفة. هو أصلاً أنا كتبها بهالكلمة لأنه جداً معقدة، جوجل بلكس، جوجل بلكس كان اسمها، كانوا يريدون يسمون اللي هي تعني رقم واحد ومع 100 صفر. بس بالغلط طبعوا جوجل، يعني تايبو. آه وعجبتهم أوكي. الكلمة وصار فعل. الحين أي واحد من الصغار شو ما تسألي يقول لك جوجلت، أو حتى إحنا طبعًا. نفس الشيء يعني جوجلت. مثل مزبوط. سكايب صار فعل أيضا. مزبوط. كلمة سكايب يعني صارت فعل، إنه لتس سكايب أو لتس زوم مثلا. زوم أيضا علامة تجارية. بعدين عندك لازم، هاي أهم شيء، نتحقق من الحساسية اللغوية والثقافية. مزبوط. في كلمات عندنا تعني معنى آخر بثقافة تانية. يعني مثلا إحنا بالعراقي لنفترض عندنا كلمة انبسط، عندنا إياها يعني أكل كتلة انضرب. والله؟ نعم. بمصر معناها أو بلغة الشام مبسوط، يعني يتسلى أو شيء. يعني لازم ننتبه لهاي الأشياء. مثلا عندك مؤخرا في كثير حساسية من البراندات التجارية بعد ما صارت حادثة الشرطي الأفريقي الأمريكي اللي تم قتله. صار هناك جدا من قبل الشرطة، صار هناك جدا حساسية على مسألة العنصرية. مثلا علامة فير أند لوفلي صار اسمها يمكن جلو أند لوفلي. مثلا أنكلز بن الرز تغيرت العلامة التجارية، شعلوا أنكلز بن وشعلوا صورة الأفريقي الأمريكي على هذه العلامة. فهناك كثير حساسيات لازم ننتبه لها، خصوصا إذا نريد نطلع بالبراند خارج بلدنا، يعني خارج العالم العربي لازم ننتبه لهاي الأمور، خصوصا في هذه الفترة صار هناك حساسية. بعدين عندك الجاذبية البصرية والصوتية، يعني لازم يكون وقع حلو. حتى يقول لك أنت من تختارين علامة تجارية روحي قولي الاسم بصوت عالي في البيت، جربي تغني، جربي تسمعي أنت كم مرة، سجلي على الفويس وظلي اسمعي هل إلى جاذبية صوتية. أنا والله وأنت بتكلمي جاء في بالي براند لي، يعني شو هو؟ بوسكاتي. بوسكاتي يعني طبعا بوساتي، بوسكاتي. ايه؟ بسكوت. للبساس، للقطط. بسكت فور كاتس. بوسكاتي بوساتي 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 على مزرعتي. حطلع هذا البراند خلاص. لازم نسوي عصف. طيب هذه نقطة مهمة اللي راح تذكريها الآن. اي هاي الحماية القانونية. أيوه. هاي جدا مهمة علشان نحمي. ما تتخيلين عدد القضايا في المحاكم من وراء شغلة الحماية القانونية والبراندينج وتقليد الاسم. اليوم لازم على الأقل إذا ما تريد تروح تدفع تسجلها في يعني في مراكز متخصصة أو حكومية أو تابعة للدولة، على الأقل سجلها بالدومين اللي هو الإنترنت، يعني على الموقع. مزبوط. عندك جودادي، عندك أذكر جوجل دومين، عندك نيم تشيب، هناك العديد منها تقريبا $15 بالسنة تسجل الاسم. إذا كانت الشركة عالمية أو تريد بعدين تخرج فيها إلى أنه تتوسع نسمي نحاول يكون ناخذ .com. إذا كانت خدمة أو شركة أو organization خيرية ناخذ .org. أوكي. عندك .net. صحيح. عندك .. تفرق لكل شيء. هناك الكثير، يعني كل واحد يسوي بحسب الشركة اللي يريد ينشئها، لازم يشوف شو الدومين المناسب. أذكر عندك شركة، هناك العديد، هذا جوب أو عمل لبعض الأشخاص يروحون يسمون أسماء ويسجلوها وبعدين يبيعوها. مثلا عندك cars.com. صحيح. الكثير يقوم بهذا. cars.com مثلا باعت بأكثر من $870 مليون اسم الدومين يمكن 2015. اليوم تسلا كانت يملكها شخص أمريكي، اشتراها طبعا سابقا، الحين لو يدري كان ما باعها بهالسعر. $75,000 دفع لازم واحد يكون عنده بعد نظر. اي دفع لإيلون ماسك $75,000 حتى يبيع له الاسم وبصعوبة أقنعه. يعني صراحة موضوع تسجيل الماركة هذا جدا مهم، والاسم ولازم ننتبه. يعني البارحة كنت أتكلم محامية قالت لي عندهم قضية هنا في الإمارات، في شركة موجودة بلبنان تريد تتوسع، شركة ناشئة بدايتها تريد تتوسع في الإمارات،
هنا في الإمارات شركة أخرى رفعت عليهم قضية أنه الاسم مش نفسه مشابه والبراند مشابهة. فاليوم هم في قضية، بس كانت على الأغلب رح نكسبها لأنه مشابه مش نفس الاسم. فجدا ننتبه لهذا الموضوع. لا حد يسرق البسكاتي حق بسكاتي. خلص صرنا أون إير بعد ما حد يقدر ياخذ بسكاتي. شكرا لك سمر المرصد، شكرا على هذه النصائح.